لكن قلبه هو جعلية قلبه ما شو جعلية كوردي يا موت مركب قلبه دروس ولا يقول لي انت اصلا وقع بحياة مدة قلت ما هات الله سيو دويد الصوماليات دتهر بديان هاي يقول كان جوج جري وهاي بقى نقبها ناجرة اسبتال الملهن الملهن الهي يا ما هات دله دد او حول رغتاه اسكت درقوره ونبقى ونسيحو يلين انا وحنا دنت نقول لفت إيران إن قلب كبابنا هدان دول أرني وحي أيان كايو ماشى كل جري أنوكو وحكا قبنا مركا هذا الك أنت سانو بحياة دوينا ما أغانو أفرك المدلة لكن كدرة هي هلا ويا هلا أنكو أنا هاي جوك تدقين كاري بلاي كبالا نو جوك تدقين كاري دنيا صوف ستان هاي هدي داوغو يا هاي آران تلق بارتان هاي دراع يا أبارجو تلق بارتان هاي دراع يا أبارجو ديس وحوداغا نو دينك كرقات هدد إسلام هانا هاي أني تربي التوحيد للدريغة دانا شافعي هون دوري وليقو تد اسلام معانا هاي تد اسلام معانا هاي اني درب التوحيد الطريق انا الشافعي هون دوري ولي غير تهني جاي نوا انا هلنا دولت عادلة تهني جاي نوا انا هلنا دولت عادلة كو داهر كي ابا دو كور كلا دوبنا ينا الله نبا دو غاد واسان قدر ايساي الله نبا دلقاد وايسان نقودنا إيساه الله نبا دلقاد وايسان نقودنا إيساه وحان دي وشا كي كرا دنا الصومالي وحان دي وشا كي كرا دنا الصومالي دل كوحرا وحان دي وشا كي كرا دنا الصومالي وحنا الداغ ملغان هلا يد ولد لقفانو دل كوحرا هدي صدل هاي دل كوحرا هدي صدل اون دوعي ويرجوغن اولي باحي دوبك الهايد داب اللقوهات قال باه الضوابة العايد داب اللقوهات او بريق اذاك لقو ايه دينت الله قادو انو كنا الدروفان ارنا يدبت النقا قاد لمن داليا لمن دوت كلقا صورتو داليا نهاية ارتا سيداوة قبيايقو اذا اركتان ابوان ابقى الوحاو اغلب الناي عبد الله تلاوي وحنا واقوري جري أنا أروح حي بفوز كجوا الشال كجوا ما أنت ويا جنايك سوا وحوري صبح هل بانك سوا هل بانك مركا اسكن بدو أي أغنت أغنت وأنا بجساس هذا هذا مركا مركا هل بانك سوا وحن كل ما هدا ده كاس الله فيلا هدا كمل هاي هدا وركو قد عصوب حال ليري مركا الدولة ده كر الله أدوه هذا وين أنا الله جبيو لبانك إلى يعني قدينت إسلامك كنت هاجنا الله نجابته إلى يدك كيس ده كمسلم أنا أدلاية ده السرعة ده المعلن إيش هو ده كمسلم كاسك جوجو مساجد جوجو ونكيس الجوجا نك دلا ده السرعة أنا كل يوم كان صوص صنود ده سني إرجع أقوم بيعمت نب نب أنت كله إيه ودي تبا ماشي سو جوجا في نواد مه مرك ده السرعة مين كاسا ليه هذا ده السرعة الله نجابته ده السرعة الله نجابته إلى يدك كيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن أمدح وين هرشة بالله كسر دوو كسر دوو ده كان كنور دوغلة وكذا ما دعني إنا إنا مال ما كهرنا بوغنا يسي محاس يبلد وينه ما أنتنا أتبغضه ويسو شبه الله ده جارهان ده ما ده عدالة ده كان كنور دغلط كسو كان تاي كسو دوبان كلنا مدا مدا فينه مدا مدا فينه دت كان وادت أوري تما كستان الله صار عفر نلاش اللود دي داي وحبرش اللود دي داي عفر ما اللود دي داي المهودي وحب رجل هذه ما دي تأيه هذه دين تأيه أنت بلو دي 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 ما كلي ما هن دب كلا غش شوي يلا غش هو ده دكسيد القرآن كه أي لقي قليه دقال هل قرح لقوا حري يا هل دقال كود أنت يدك كود النقدين دك كود وجدو دكان كان بلنا وحلا جا هذا العك
oo ayaga la baadayo qof qof loo canshuurayo billa waxaa laga qaada xoolo haddii qofta shan neefo iri wada taseka laga qaada shan neefo iri naseka kama go'do waa baad billa waxaa laga qaada badar hadduu baxo badar laga qaadaya nimana isaga dul noolay xaqiiqdi waa ilaahay maadiis dadka deegaankaana ma aha dad la gumaysan jiray waana u adkaysay waayeen gumaysigi xaqiiqdi waa ku amaanaya in maanta qorgan la qaato la iska dul qaaday culayskoodii waa ku amaanaya mudana madaxweyne baaqaaga ahay in qorga la qaato adawgana la iska kiciyo markii loo adkaysay waayay ee aan masaajid looga fakayn oon guri looga fakahayn oo nolol oo dhan loo diiday ee qofti caqli leh oo caqli u saaxiba iyo qofti cilmi u saaxiba dadkan indhahoodii qof qof loo dilay waxay go'aansadeen inay qoraga qaataan baaqaagina si dhaba ay uga jawaabaan waad u jeedaa dadkan isugu jira dhallinyaro iyo qof weyn iyo qof maaragtaya culimaauddiin guud ahaan waxay go'aansadeen inay qoragooda qaataan aan dad aan deegaanka u dhalan uuna ku dul noolaan go'aankaas qaateen baaqaagina waa ka dhabeeyeen waxaan rabaa mudan madaxweyne nolosha waa isdaba joogtaa culayska ugu horreeya bal culayskooda nimankan inaan iska qaadno horumarkan aan u soo jeesan hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay iyo hadday ceelal biyo tahay intaba waa la helaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii si gooniyaan u ammaanayaa reer Nuur Dugle aniga toban maalmood dhowr iyo toban maalmood ka horaan inta imiday magaaladan wax jooga dada ma jirin xildhibaankii ku adkaystay ee diiday inuu dib u noqdana waa ammaana dadka deegaanka ee qoryada soo qaatana waa ammaana aad iyo aad aad u mahadsantihiin dadku way siqaanaa waa dad isla dhashay mudan madaxweyne nimanka deegaankan deg waa niman birlaba haddii dagaalka la yidhaahan aad ugu wanaagsan waa ku ammaanaa guuleysta aad iyo aad aad u mahadsantihiin inaad qoryihiina soo qaadatiin maalinkan imaanaya magaalada qofa kuma nooleyn madaxweyne laba maalmood idoo xoraysataan imiday maantana waa ujeeddaa qofu kama maqna dadkan intaa maqna difaacay jiraan ama dunyadayay jiraane dadkan waa dad aan kala herin waa la yaqaanaa qabiilaadka deegaanke waa nimana colka ku kala herin waa ku ammaanaa runta qabiilaadka kale ee aan u soconno ama aan qaar ka mida soo gaarnana waa rajaynaynaa sida dadka deegaankan ay isu abaabuleen inay isu abaabuli doonaan iyakana rajaynaynaa haddii la raalli mudana madaxweyne aad iyo aad aad u mahadsan tahay waqtigoo kooban waa ammaanaa runta xildhibaan yuusuf kabaale adkaysiga uu ku adkaystay meesha runta waa ammaanaya guul weynay noo noqotay dadka deegaanka ee qorogooda soo qaatee yidhi xildhibaankayni cidloo maayo amba ciishoo maa yidhina waxaan leha waa mahadsantihiin ilaahay idinka abaalmariyo dadaalka mudan yuusuf aad iyo aad aad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu yidhi ninkii ratiga ka dhumay ee koorti raacay waa waxa u laba qudleystay waa waxa laba maray saddex malaad xildhibaan kuu naqaysa haddana waa maqlaysay haddana waa maqlaysay waa markiya aad iyo aad aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaa runtii insha allah labada qodobaad soo jeedisana hadday madaxweynihii dalkaa joogo yaa wiil hool loogu celahay waayo qof uma dhinno madaxweynihii dalkaa da u joogo insha allah asaa ka jawaabaayo aniga waxaan ka dhihi lahay ka dhihi maa maanta madaxweynihii dalkaa joogo insha allah waa u mahadcelinaa tolka qorogooda qaatay ee cadowgeyna iska dul qaadaan go'aansada waa mahadsan yihiinaan leehay ballantaynu waa dalka soomaaliya inta uu cadowgu meel ka mida joogo inaan qoragayna qaadanno kadibaan nolol iyo ma aragtayaa barwaaqu bixi doonaa mugdina heer Nuur Dugle maanta idinkugu dambaysa iftiin aad u baxday ilaah idinkiisa aad iyo aad u mahadsantihiin.